هنا بقى عندنا المقادير بتاعت زبدة الفول السوداني. عندي هنا فول سوداني مش مملح، والمفروض يكون ني، احنا بس حمصناه عشان الوقت، لكن انتوا هتستخدموه ني. وعندي عسل ابيض. طيب ده هضربه هيطلع زبدة فول سوداني، يعني ده هحطه على النار سخن في الكبة سخن، اشغل عليه الكبة بقى زبدة فول سوداني. الزيادات ممكن تبقى ايه بقى؟ زيت او زبدة وعسل ابيض زيادات، لكن هو في حد ذاته هيعمل لي زبدة فول سوداني. يعني هحطه كده على النار، هحط معاه معلقة زيت زيادة ممكن من غير خالص اهي، هقلبه كويس جدا جدا لحد ما يتحمص، وهو سخن هاخده على الكبة. الفول السوداني سخن مولع، اقفل عليه الكبة ومزهقش بقى، مش هياخد اقل من ربع ساعة تلت ساعة لحد ما يتحول لزبدة فول سوداني. كده هو زبدة فول سوداني خام، اقدر استخدمها زي ما هي. لا بس انا عايزاها مسكرة زي بتاعت السوق يا اميرة، هحط عسل ابيض مش هحط سكر عشان الفايدة، بس انا عايزاها دسمة زي بتاعت السوق يا اميرة هحط زبدة، بس دول اختياري. عايز تطلع فاصل يا استاذ شريف؟ اهو بص بدأت اهي، بص بدأت تلم على نفسها، لكن لسه لسه كتير. هنا بصوا اهو، بص بقى يا استاذ شريف دي النتيجه اللي احنا عايزين نبتدي نوصل لها اهو. اه انا سبت اهو، شفت ازاي بيبتدي هو من نفسه بالزيت بتاعه بدون اي اضافات مني يبتدي يلم على نفسه ويعمل لي الايه الزبده. طيب هدوب الزبده دي، الزبده بتاعت الزبده بتاعت زبدة الفول السوداني. يبتدي يا جماعة بصوا خلاص هيبتدي يلم على نفسه ويبتدي يبقى زبدة فول سوداني. نزل الزبدة هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. ونزل العسل الأبيض. بقى عندي زبدة فول سوداني.